أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هنو، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات حلويات تانية هنعملها مع بعض في حلة الضغط. النهاردة الوصفتين اللي عندنا بإذن الله، عندنا تشيز كيك وهنقدمها مع صوص الكراميل، وعندنا كيكة أناناس مقلوبة. نبتدي بمقادير التشيز كيك. عندنا للقاعدة 1.5 كوب بسكوت، 4 معالق كبيرة زبدة تكون مذابة، و2 معلقة كبيرة سكر. بالنسبة للتشيز كيك عندنا 500 جرام جبنة كريمية، نص كوب سكر بني، ربع كوب ساور كريم، 1 معلقة كبيرة دقيق، نص معلقة صغيرة ملح، 1.5 معلقة صغيرة فانيليا، و2 بيض. وللتوبينج عندنا صوص كراميل. بالنسبة لكيك الأناناس المقلوبة، عندنا أول حاجة الأناناس نفسه اللي هنزينه بيه وهيكون في قاع الصينية، وبعد كده لما هنقلبها هتكون فوق. عندنا 1 معلقة صغيرة زبدة، 2 معلقة كبيرة سكر، 1 كان أناناس شرايح بالعصير. هناخد من العصير ده 3 معالق كبيرة نستعملها في الصوص أو في الكراميل اللي هنحطه في قاع الحلة أو الصينية. وعندنا كريز بأي نوع، سواء فريش أو مسكر أو في كانز، أي نوع من أنواع الكريز للتزيين. بالنسبة للكيك عندنا 1.5 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص كوب زيت، ربع كوب لبن، 1 كوب سكر بودرة، وثلاث بيضات. هنبتدي مع بعض نعمل الكراست أو القاعدة بتاعت التشيز كيك، وبرضو الكميات تعتمد على القالب اللي عندنا. دول مجرد ان انا هخلطهم مع بعض. هجيب الصينية اللي هعمل فيها التشيز كيك، طبعا محتاجة تكون صينية صغيرة علشان تدخل في حلة الضغط. الكمية اللي عندنا هنا تعمل 2 من الصغيرة دي، فلو عايزين نعمل واحدة بس يبقى هنقسم الكمية اللي بنعملها دي في الوصفة بالنص. هاخد البسكوت اللي خلطناه بالزبدة والسكر ونبتدي نضغط عليه. ممكن احتاج معلقة كمان ونغلف بيه القاع وجزء من الجناب بتاعت صينية التشيز كيك. لو حبينا ندخله الفرن 5 دقايق ممكن، بس ممكن نستعمله كده على طول. احنا بنحاول ما نستعملش اي حاجة تانية غير حلة الضغط في عمل الوصفات بتاعتنا، علشان نعرف نستخدمها ازاي، ونعرف انها ممكن تستعمل لوحدها في عمل الحلويات. دلوقتي هحط الجبنة الكريمية مع الدقيق، الملح، السكر البني، الفانيليا، البيض، والساور كريم، ونخلطهم كلهم مع بعض لحد ما يمتزجوا، وبعد كده نقدر نحطهم فوق البسكوت.
اوكي، اول مقادير ما تمتزج مع بعض. يبقى كده الخلطه جاهزه، وهناخدها نحطها في صينيه التشيز كيك. اوكي، وهنسوي الوش بتاعها. ونكون محضرين حلة الضغط. بالطريقة اللي احنا شرحناها في حلقة قبل كده، حاطين الشبكة بتاعت حلة الضغط، او حاطين الرينجز بتاعت الكيك، وبنحط مية كمان بحوالي ارتفاع 3 سنتي. وبعد كده بنجيب التشيز كيك وبنحطها فوق الشبكة او الرينجز بالشكل ده، وبنقفل عليها. والتشيز كيك مش بتحب درجة حرارة عالية، حتى لما بنحطها في الفرن بنحطها على حوالي 120. فالتشيز كيك في الأول بنسيبها على نار عالية لحد البخار ما يبتدي يطلع ويتكون الضغط جوه الحلة، وأول البخار ما يبتدي يطلع من الجزء اللي هو بيطلع البخار ده هنوطي على النار. هنعملها على نار هادية خالص علشان احنا مش عايزين التشيز كيك ترتفع من شدة الحرارة، وأول ما نطلعها من الحلة هترجع تهبط تاني، فمش هتدينا الملمس الحلو لأنها هتبقى مكبوسة قوي. فمحتاجين ان احنا نسويها على نار هادية، وده برضو ممكن في حالة الضغط ان احنا نسوي حاجة على نار هادية بالضغط بأننا بنقلل درجة الحرارة. يعني في الأول لو أنا عندي هنا البوتاجاز أعلى حاجة فيه 9، فأنا بحطها على 9 لحد الضغط أو البخار ما يبتدي يطلع من حلة الضغط، وبعد كده بحطها على درجة 2 أو 3. لو غاز يبقى احنا هيبقى أعلى حاجة، وبعدين نجيبه أوطى حاجة، وهنسيبها حوالي 35 دقيقة في حالة الضغط على نار هادية، وبعد كده بنشيلها من النار وبنسيبها لحد ما تطلع كل البخار اللي فيها، وبعدين بنسيبها 5 دقايق كمان علشان الأمان، ونبتدي نفتح الحلة ونطلع منها التشيز كيك أو أي حاجة احنا عملناها فيها. ده بيكون شكل التشيز كيك بعد ما بتطلع من حلة الضغط. طبعا التشيز كيك بتحتاج تدخل التلاجة ويعني عادة لمدة 4 ساعات، وممكن طول الليل كمان، ونقدر ناكلها تاني يوم. بنحط التشيز كيك في طبق التقديم وبناخد صوص الكراميل ونحطه على التشيز كيك، وبكده زي ما شفنا مع بعض بنقدر نعمل حلويات، وكمان حلويات بتحب نار مش عالية في حلة الضغط زي التشيز كيك، وبتطلع مظبوطة، ونقدر نستفيد بحلة الضغط اللي عندنا بأكتر من استعمال، مش بس العمل مرق أو لحاجات بقى اللي بتاخد وقت طويل زي كوارع، زي شورت ريبز، حاجات كتير احنا عادة بنستعملها لحالة الضغط بس مش بنعمل فيها حلويات. وده بيكون شكل التشيز كيك، قدمناها مع صوص الكراميل وعملناها في حلة الضغط. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نعمل كيكة الأناناس المقلوبة.
اهلا وسهلا بكم. احنا رجعنا بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا تشيز كيك وقدمناها مع صوص الكراميل، عملنا تشيز كيك في حله الضغط، ودلوقتي باذن الله هنعمل مع بعض كيكه الاناناس المقلوبه برضو في حله الضغط. الحاجه اللي هحتاج اعملها بس بره حله الضغط هي الكراميل اللي هستعمله في احطه في قاع الصينيه اللي هنعمل فيها كيكه الاناناس المقلوبه. محتاجين نعمل الكراميل الاول لان ده هيتحط في قاع الصينيه، اي صينيه تدخل حله الضغط. وبعد ما نحط الكراميل تحت هنبتدي نرص فوقه الاناناس والكراز. فدلوقتي هاخد السكر لحد السكر ما يتكرمل، اوكي هسيبه يتكرمل. البوتاجاز ما كانش سخن، فنبتدي ممكن نعمل جزء من الكيك لان احنا عايزين نحط البيض مع السكر ونسيبهم يتضربوا مع بعض لحد ما يمتزجوا تماما ويبتدي لون البيض شويه يبقى افتح. بعد كده هنحط عليهم الزيت شويه شويه واحنا بنكمل ضرب. زي ما شرحنا قبل كده بنحاول نعمل ايمالشن او تخثر للانجريدينتس دي او للمقادير دي، اللي هي اكننا بنعمل مايونيز، بنحط زيت شويه شويه عشان نعمل ايمالشن زي المايونيز. هضرب البيض والسكر مع بعض. طبعا لما بتبقى كميات صغيرة كده لان احنا بنعمل كلها قوالب صغيرة عشان تدخل حالة الضغط، بنحتاج ان احنا نرفع البول بتاع العجان شوية عشان الويسك يوصل للاخر، او في بعض العجنات ممكن الواحد ينزل بيبقى فيها حاجة كده ممكن نظبطها بحيث ان الويسك يطول شوية، خصوصا لو الكمية قليلة. بس لو ما فيش الجزئية دي اللي هي ان احنا نقدر ننزل الويسك يبقى نرفع بس القالب شوية، بس نخلي بالنا لان طبعا هيبقى بيتهز جامد. انا عايزة بس قبل ما ابتدي اضيف الدقيق ابص على السكر، السكر ابتدى يدوب قبل ما اضيف الزيت، انا اسفة مش الدقيق، اوكي ابتدى يدوب بس لسه شوية. ممكن ابتدي اضيف الزيت واحدة واحدة. اوكي كده الايمالشن جاهز، وعندنا كمان هنا دلوقتي السكر جاهز زي ما احنا شايفين وصل لدرجة الكراميل. هحط معاه الزبدة وهحط معاه عصير الاناناس. اوكي كده الكراميل اللي هنحطه في قاع الحلة جاهز. نوزعه. ودلوقتي نبتدي نرص الاناناس.
وواحدة في النص. وهنجيب الكراز نحط جوه كل أناناسة واحدة كراز. ولو عندنا كم واحدة زيادة ممكن نحط كمان في الفراغات اللي في الجنب زي هنا. اوكي، ونكمل الكيك مع بعض. دلوقتي هنحط بقية المقادير. عندي الدقيق، بيكنج باودر، ملح واللبن، وأخلطهم مع بعض. أنا قلت بيكنج باودر بس هي بيكنج صودا. أنا قلت بيكنج باودر وملح، هما بيكنج باودر وبيكنج صودا. أوكي، كده الكيك جاهز. زي ما احنا شايفين طريقة الوصفة نفسها مش بتختلف خالص. احنا كل الحكاية ان احنا بنسويها في حالة الضغط بدل الفرن، لكن وصفة الكيك نفسها أنا ممكن نعمل أي كيكة إحنا بنحبها، أو أي بودينج أو أي رز بلبن أو مهلبية، كله نفس الحكاية، بنعمله عادي جدا وبنخليه يستوي في حالة الضغط. دلوقتي أحط مقادير أو خلطة الكيك فوق الأناناس والكريز. وحلة الضغط بنحضرها بنفس الطريقة، بنحط سواء الشبكة أو الرينجز اللي في قاع الحلة، وبنحط مية حوالي 3 سنتي، وبعد كده بنجيب القالب اللي يكون حجمه مناسب لحلة الضغط بتاعتنا، ونحط الكيك فوق الشبكة وبنقفل عليها وبنستنى لحد البخار ما يبتدي يطلع من الجزء اللي بيطلع البخار، وبعد كده بنهدي النار بنخليها وسط. يعني هنا عندي أعلى حاجة 9 فبعملها 9 لحد ما البخار يطلع، وبعد كده بخليها على 5 وبسيب الكيك تستوي لمدة نص ساعة. وده بيكون شكل كيك الأناناس المقلوبة بعد ما بتطلع من حلة الضغط. وزي ما احنا شايفين الكراميل بيدي الوش بتاعها لون حلو. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، وعرفنا ازاي نستعمل حلة الضغط بكل الاستعمالات بتاعتها واستفدنا بيها أكتر. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا فيها تشيز كيك بالكاراميل وعملنا فيها كيك الأناناس المقلوبة، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله.